استقامة الجبهة الحرة للدفاع عن مهنة المحاماة. احنا من ساعة ما حصل دعوة لينا في لجنة الاستماع لمشروع قانون السلطة القضائية وحصل تعدي على المحامين بالالفاظ في اول مره من المستشار زكريا عبد العزيز، وتاني من تاني مره لما رفضوا يدخلونا والمستشار حسام الغرياني جيب نفسه وهو اللي دخلنا اللجنه، وجينا نتكلم المستشار احمد مكي قال لا احنا هنسمعكم في الاخر، مع العلم ان احنا كنا مجهزين بيان وعايزين نقوله وننسحب. رفض المستشار احمد مكي، وبالتالي احنا قمنا وهتفنا في القاعه وقعدنا نقول الشعب يريد تطهير القضاء، وخرجنا من القاعه وانسحبنا. بعد كده نظمنا كذا وقفه احتجاجيه في دار القضاء العالي، طلعنا بيها من دار القضاء العالي لنقابه المحامين لنادي القضاء، وقعدنا نهتف بعدم مشروعيه مشروع قانون السلطه القضائيه، وقعدنا نحشد لليوم النهارده، وكان المفروض النهارده في مسيره هتطلع لمجلس الاعلى للقوات المسلحه عشان نسلمه بيان اعتراض المحامين عن تمرير هذا القانون في الوقت الحالي وارجاء هذا القانون لحين وجود برلمان منتخب من الشعب وحين وجود لجنه تشريعيه. بس النهارده عشان العدد ما طلعناش بره، وبرضه خفنا من اندساس بلطجيه حوالينا، فارجانا المسيره بتاعه المجلس العسكري. اتفقنا النهارده بعد الوقفة الاحتجاجية اللي عملناها، اتفقنا ان احنا هنعمل اعتبارا من بكرة الاربع هنعمل اضراب الساعة 12 الظهر لغاية الساعة 5، يوم الخميس هنعمل اضراب برضو من الساعة 12 الظهر لغاية الساعة 5، بندي فرصة للسادة المحامين اللي عندهم شغل يخلصوا شغلهم خلال اليومين دول. من يوم السبت ان شاء الله بندعو جموع محامي مصر من اسكندرية لأسوان على عمل اضراب شامل على مستوى جميع محاكم جمهورية مصر العربية، محدش هيحضر، محدش هيرفع دعوة، مفيش فلوس هتدفع لخزينة المحكمة لحين الانتهاء من مشروع القانون السلطة القضائية. لازم القانون دوت لازم يرجع لحين وجود برلمان. القانون من ناحية احنا من ناحية الشكل بنقول ارجع الموضوع، ارجع القانون، ارجع مشروع القانون لحين وجود برلمان. من ناحية الموضوع في بعض المواد بتتعلق بالمحامين، ومش بتتعلق بالمحامين بالمعنى الاصح، لان الماده 18 وان كانت بتتعلق بالمحامين فانها بتتعلق بالدفاع، وحق الدفاع ده حق اصيل للشعب مش ليا انا. لما بحضر قدام القاضي في المحكمه انا ما بحضرش عن نفسي، انا بحضر عن الموكل. فبالتالي لما تيجي السلطه القضائيه وترهبني بقانون يعرضني للحبس، ده بيرجع على الشعب، على المواطن نفسه اللي انا بحضر قدامه. فبالتالي الماده 18 متعلقه بحق الدفاع، متعلقه بالشعب اكتر ما هي متعلقه بالمحامين. بالاضافه ان في بعض مواد في قانون السلطه القضائيه، يعني انا معقول انا بنادي باستقلال القضاء اجي اقول النادي القضاء تكون الموارد بتاعته من حصيله الغرامات؟ الله، يعني ايه من حصيله الغرامات؟ يعني القاضي اللي بيحكم ب 500 جنيه غرامه على المواطن يجي يحكم له ب 10,000، ما الفلوس داخله جيبهم من حصيله الغرامات. حاجه تانية من الهبات والمعونات اللي يقبلها مجلس الاداره. انا قضى وبنادي باستقلال، اقول للنادي القضاء اقبل هبات واقبل اعانات من بره، هل ده استقلال قضاء؟ في مواد كتيره طبعا القانون لم يناقش اصلا مع المحامين، واحنا بنقول ان القانون لازم شاء من شاء وابى من ابى، ان القانون لازم يناقش مع مجلس النقابه ومع النقيب، لان احنا شركاء في السلطه القضائيه، احنا لسنا اعوان للقضاء، نحن قضاء واقف. فبالتالي لازم يكون لنا راي في هذا القانون. احنا لما بنقف بنتكلم ما بنتكلمش كده على الفاضي وما بنقولش اي حاجه هباء، احنا لينا مطالب مشروعه، مطالبنا احنا بندافع عن الشعب، احنا وكلاء الشعب بنحافظ على حقوقه، بنقف جنب المظلوم. فبالتالي لازم المطالب بتاعتنا تسمع من القائمين على اداره شؤون البلاد، واحنا بنوجه رساله من هنا للمجلس الاعلى للقوات المسلحه، بنقول له احذروا غضبه المحامين. المحامين لو غضبوا محدش هيقف في طريقهم نهائي، والتاريخ هو اللي بيقول كده. الجمعيه الوطنيه للتغيير بداها مصطفى كامل، خليفته محمد فريد، برضو المحامين هم اللي هيتصدوا لهذا القانون. اي حاجه في البلد فيها ظلم المحامين هي اللي هتتصدى ليها. فاحنا من هذا المنطلق بندعو جموع المحامين ان شاء الله للتواجد معانا بكره الساعه 12، وبعد بكره الساعه 12 ويوم السبت هنعمل اضراب شامل لحين صدور قرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحه بوعد بعدم تمرير هذا القانون لحين انتخاب برلمان. احنا مستعجلين على ايه؟
ايه المشكله؟ ما انا القضاء عندي بقى له 30 سنه كله فساد وكله تزوير وزوروا الانتخابات. احنا مستعجلين على ان احنا نطلع قانون استقلال السلطه القضائيه، ما الانتخابات على الابواب. انتم مش بتقولوا في انتخابات مجلس الشعب؟ انتخابات مجلس الشعب على الابواب، انتخابات مجلس الشورى على الابواب، كلها شهر مارس ويبقى عندنا مجلس الشعب منتخب ومجلس الشورى منتخب وبعد كده يتعرض القانون. ايه المغزى ان انا اقدم مشروع استقلال سلطه قضائيه يطلع بمشروع بقانون؟ هل هذا معقول؟ ويطلع المستشار احمد مكي يقول اصل القانون لما صدر سنه 43 طلع بمشروعه بقانون برضه. طب ده كلام يعقل؟ خلاص يا عم طلع لي بقى مشروع بقانون خاص بالمحامين. ما ينفعش الكلام ده، لازم يبقى فيه احنا رجال قانون وهم رجال قانون، لازم نحتكم للقانون، لازم يكون في مبدا تاكيد سياده القانون. الدولة لازم تمشي بقانون، إذا كان القضاة نفسهم هيخالفوا الدستور فبالتالي هنعتب على الشعب ليه؟ بس وشكرا.